يا ابني استنى يمكن نايمين. ما ينفعش يناموا عشان دلوقتي اوقات العمل الرسميه. يا ابني بالراحه، يا ريت الجرس ضرب. هو الجرس ده بتاعكم يا سيد؟ وشوف يا اخي، يعني احنا جايين نكسبهم ثواب وهم مش عايزين يفتحوا. افتحوا يا بشر، ده انا سمعه مش اثر. مين؟ نهار اسود، نهار اسود، شفت ده احنا غلطنا في الشقه، يلا بينا نجري يا سيد. ما غلطناش يا سيد، ما غلطناش. مين على الباب يا بيت؟ وجوه صعدة يا أبلة. مش صعدة ولا حاجة، ده احنا محترفين. لولا لولتي حبيبتي. يخيبك يا سمعة، تعالى. الله 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 يا سيدي، على المشية يا سيدي. سيد انت هتفضل واقف، يلا عشان ننبسط. اه فعلا انشراح. ايه الكذب ده؟ الله الله، اه بس كده. لا باينة الشقة، بتغرر بيا يا سمعة؟ تقول لي قرض حسن وانت واخد لي شقة يا ابني، الله يحرقك. انت بتتفرج عليها يا سمعة؟ بس مباشر. بس يا اخي الله يخرب بيتك، ايه الشقة اللي انت جايبها لنا دي؟ ما تفكك بقى يا سيد من حصة الوعظ دي، وتسيب الوعظ للناس الصح. انا وانت يا صاحبي لا مؤاخذة يعني في الخطيئة، احنا هناخد مصلحتنا وهنبقى من هنا. الله يخرب بيتك يا اخي، اخرة المتمة الواحد جاي يستلف فلوس من شقة عرقانة. هنتشافها، هنتشافها يا سيد. ولا مؤاخذة يعني يا سيد، يعني الفلوس اللي هناخدها من هنا هتطلع بيهم ابوك يا حج؟ ما احنا هنخرج ابوك الحرامي من الحبس. ابوك حرام يا سيد. قولها لي في وشي، سيح في المكان الطاق. انا مش عايز اجيب سيره امك، انا بقول لك اهو. وبعدين ايه الحكمه والوعظ اللي نزلوا عليك فجاه هنا ده؟ يا الف اهلا وسهلا يا سمعه. بالراحه يا بت على الباشمهندس، ده لسه مركب دعامه. دعامه؟ انا كنت فاكرها شقه دعاره طلعت مستشفى ومعادي الدق. مش مصدقه روحي. معقوله؟ معقوله سمعه المتين لف وطار وحط عندي؟ سمعت سمعة صاحبك المتين وكمان بيطير. منور منور عش ليلى شمال. ليلى ايه؟ شمال. وايه الفخر اللي هي بتقول؟ وايه الصينيه السوداء؟ مش في مريض جوه دي وقتها؟ بتتودوا في ايه يا اخويا؟ انجز خش في الموضوع بقى. لولا حبيبتي. سيد ده حبيبي وصاحبي وكان مزنوق. بس كده؟ مزنوق قوي. ايه ده؟ لا انا مزنوق في فلوس. ايوه سيد مزنوق في فلوس وانا جاي اضمنه. محتاج قد ايه يا اخويا؟ 8. 7. ايه 7؟ ايه 8 عشان هتمشي من غير ميه حافي كده؟ في حاجه؟ الحاجه محتاجه. قلت يا لولا. طب هتحطهم في حجركم قد ايه؟ يعني يا مسهل 3 شهور كده بالكتير. ومضيعه على نفسك ليه يا اخويا؟ ما تخليها 6 شهور. 6 يعني. اه دي شمال حتى في الارقام، مش نافع اي حاجه. الـ8 يرجعوا بعد 6 شهور 10:30. الصبح ولا بالليل؟ لا يا عينيا، 10,500 جنيه. جرى يا سمعة؟ ايه ليلى دي اللي لابسه لي بدلة الكاراتيه؟ انا معايا فلوس ادفع ده؟ مش فاهم في ايه. طب اخوك بقى؟ سيب لي الطلعة دي. يلا. لولا. لولا ما هو. ها؟ لولا. كتير علينا يا لولا، ما تخليهم 9. 9 في الخير يا عينيا. والله احلف لك بايه؟ انا مكرماك. قالوا للشمال تحلف، قالت وحياة شرفي. لا احنا شمال ولا لينا في العيال يا اخويا. اه ولو الدنيا لسه بخير ما كناش ربطنا الكوبايه في الكولدير. احنا بنهزر ومعانا مريض جوه. يا ست هاتي والنبي 8,000 جنيه قصاد الامانه، خلينا نخلص من الليله الغبره اللي احنا فيها دي يا سمعه.